القصور المدمر لن يبقى نوع من انواع السلاح الثقيل ان يستخدمه هذا النظام مجرى على احياء مدينه حمص. طبعا هذا هو حي القصور الذي تدمر بشكل كامل بالدبابات ودمره، بالراجمات استخدمه، بالميخ قصفه، لن يبقى اي نوع من انواع السلاح الحرب الثقيل ولن يقصف هذا الحي الذي تدمر بشكل كامل.